بركاتي لكل ساكنة الولاية المنتدى باركة، أقول لكم عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركة، كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأولادنا وخيراتنا وأرزاقنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا في هذا اليوم الفاضل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأيام عند الله يوم النحر ويوم القرع. أسأل الله تعالى أن يجعله فاتحة خير ونصر لنا جميعا. ندعو لهم وندعو أيضا لجميع إخواننا بالخير والصلاح، ندعو لإخواننا بالنصر أقترب هذه المناسبة. كذلك نقطة أخرى أريد أن أحدثكم بها هي قضية جمعة الأضاحي، وهذه سنة مباركة عكف عليها مسجدنا المبارك طبعا عزيزي.